إن وضع الدولة اللبنانية حدا للفلتان داخل سجن رومي يثبت مرة جديدة أن القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية الشرعية قادرة على بسط سلطة القانون على كل الأراضي اللبنانية ما تتوافر لها القرار السياسي. فعسى أن تكون تجربة سجن رومي قبل يومين مثالا يطبق على 10452 كيلومتر مربع في أقرب فرصة ممكنة.